السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة. سأريكم طريقة الرجوع من النظام iOS 9.2 إلى iOS 9.1. في البداية ستقوم بالدخول إلى هذا الرابط ipsw.me، هذا الموقع الرائع في تنزيل ملفات نظام iOS. بعد الدخول إلى هذا الموقع من هذه الخانة ستختار نوع هاتفك، على سبيل المثال ستختار iPhone 5S GSM. بعد ذلك من هذه الخانة ستختار إصدار نظام iOS. هنا أريد أن أذكر ملاحظة مشاهدي الكريم، عندما تختار هذه القائمة ويظهر لك هنا الخيارات باللون الأحمر، هذا يعني بأن النظام لا يمكنك الرجوع إليه وأصبح غير متاح أو مغلق من شركة أبل. إذا وجدت هنا نظام واحد فقط باللون الأخضر، هذا يعني أنه الإصدار الأخير ولا يمكنك الرجوع إلى أي إصدار. فعلى سبيل المثال هنا لدي iOS 9.2 وكذلك iOS 9.1، يعني إذا كنت على iOS 9.2 يمكنك الرجوع إلى iOS 9.1. إذا وجدت هذا الخيار باللون الأحمر يعني أنه أبل قد قامت بإغلاق الرجوع. هنا ستختار النظام الذي تريده، على سبيل المثال سأختار 9.1 كما ترى أمامك. بعد ذلك سأختار داون لود، تقوم بتحميل ملف تحديث البرنامج هنا. بعد ذلك ستقوم بفتح الايتونز. هنا ستقوم بتوصيل هاتفك الايفون بالحاسوب وفتح الايتونز. لن تقوم بعملية الاستعادة مثل العادة، ولكن ستقوم بالضغط على زر الباور وزر الهوم في هاتفك الايفون يعني لمدة 10 ثواني حتى يدخل في وضع الريكفري مود وتظهر لك علامة الايتونز في هاتفك الايفون. بعد ذلك ستأتي هنا، ترجع الى الايتونز وتقوم بالضغط على شيفت وايضا زر الفأرة الايسر في هكذا حتى تفتح لك يعني تختار ملف النظام الذي قمت به تنزيله. هنا ستختار 9.1 النظام الذي قمت بتنزيله. بعد ذلك ستختار استعادة وتكمل عملية الريستور، يعني عاديا جدا حتى تنتهي وتركه يعني فقط ينتهي الايتونز من عملية الريستور. بعد ذلك ستكون قد رجعت الى النظام 9.1.